محمد النوفلي بعالم كرة القدم اسم أشهر من نار على علم، عنده من المهارات بالفري ستايل الشيء اللي يخليك تتفرج وتقول ما شاء الله تبارك الله شو هالفن هذا، وعنده من المتابعين الشيء اللي بيخليك تقول لا إله إلا الله اللهم بارك. عملت قبل هيك كذا فيديو مع الوحش العماني ومشاهداتها بالملايين كانت، بس اليوم التحدي تبعنا هيكون مختلف لأنه تحدي اليوم حيجمع بين التسديد والمهارات. خلينا نشوف ابن عربي لما يتواجه مع ابن سلطنة عمان شو له يصير. Let's go. تحية لأبو نوفل يا شباب، يلا حيهم يلا حيهم، ويلكم باك للقناة يا وحش. اليوم هيكون عندنا تحديين، واحد مبني على التسديد وواحد مبني على المهارات. التسديد جاهز له ولا لا؟ جاهز إن شاء الله. الناس ما بتعرفك بالتسديد، فبدنا إياك إن شاء الله تعالى توريهم موهبتك. أنا جاهز للتسديد بس ما جاهز أكون حارس. أها، هذا الشيء اللي هم ما بيعرفوه. ألو مؤيد. مؤيد حاليا لا يسمعنا، حاليا أنا هكون حارس وقت ما أنت تسدد وأنت تكون حارس وقت ما أنا سدد. كل واحد فينا هيكون معه 10 تسديدات، أكثر واحد بيسجل من 10 تسديدات هي هو اللي فوز بالتحدي الاول. جاهز ابو نوفل؟ جاهز. بسم الله. رزقه. بسم الله. هاي 12 تسديدات، لو بشار سجل 5 اعتبر نفسي خسران. 5 كثير اصلا. انا عارف. بس سجلت 5 لازم تطلع برا الملعب. حد يساعدني في الثاني؟ نار عربي جاي يساعدك. واضح انك ما حرصت من زمان يا ابو نوفل. حاول لا تفهم الناس انك كثير مالك بالحراسة وتكتم موهبتك، حاول تثبت لهم اليوم انك انت كويس انك ما حرصت بحياتك. ليتس جو. مكان التسديد تبعنا هيكون من هون. انا اللي حابب ابل 10 تسديدات. ابو نوفل عم يحمي بالمرمى، واضح انه جاهز ومستعد. وريني وريني وريني، ما شاء الله تبارك الله شكله بالمرمى بيخوف بيخوف بسبب القشعريره. والله لا مستعد ولا غيره، شكلي بلقم. على العموم خلينا نشوف من 10 تسديدات كم واحده حدخل، لازم نشد حيلي. بسم الله. جاهز ابو نوفل؟ جاهز. اوكي اوكي اوكي، الاولى فوق، لازم نظبط الزوايا والاحجام وكل شيء. ابو نوفل واضح تاثيره بالمرمى ما شاء الله تبارك الله. سوبرمان صار هني قبل شويه. بيتس على الزوايا. الله. بس حتى وكانت رايحه هدف كان رايح يجيبه هو. الله ربي ايش الحارس. واو ابو نوفل شوي شوي علي يا اخي. الشهر يا سيسل لكل يا جماعه الخير، اعرفه هذا اللي تعطيه صديقك او هذا املا ثم تقتله، اعرفه هذا السالفه. اول 3 تسديدات ولا تسديده توجت بان تكون هدف. تاثيرات ابو نوفل ما شاء الله عليه. اوه ماي جاد، الحمد لله انها جات فيني. برافو برافو، التحدي حرفيا صعب، عم سدد مسافه بعيده، المرمى كمان صغير، بس برضه هذا لا يمنع ان ابو نوفل متالق. مو طبيعيه، انفجرت العارضه. يا عيني يا عيني. صعب يا عيني. صعب يا ابو نوفل. وحش وحش وحش، استطعنا بس ما استطعنا. افتتحت هيك التسجيل من المحاوله السادسه، هل 4 كور جايين كمان كلهم اهداف؟ الله اعلم. شالو نوفلي. والله اوف اوف اوف، انت رحت معه هيك ولما لفت هيك رجعت لا. واو واو يا ابو نوفل، واو مدفون يا جاد. واو يا ابو نوفل، شاهد شاهد ايش المواهب المدفونه هي، ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. جول محسوب. ايش الحارس ايش الحارس هو نوفل. تعال تعال شباب، يعني اثرت علي الشمس يعني. نايس 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 نايس. الله علمك خطا. واش سكر واش ابو نوفل. نايس ون. بيلي هيك التسديده الاخيره، خلينا نشوف حدا كمل 3 اهداف ولا حاستقر على هدف هنا. اوه نوفلي. برافو 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 برافو. اتوقع عقد معنا لو سمحت كحارس مرمى. والله تشريف يعني. انا شايف ان جيجي مؤيد. واش 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 ما شاء الله ابو نوفل هيك دخل عليه هدفين من اصل 10 تسديدات ما شاء الله تبارك الله عليه. ليس سوءا في بشار بل قوة تصديات من النوفلي. هلا خلينا نشوفك بقى. حبي جاملنا في قناته. ليتس جو نوفلي بالتسديد. يب دن. القفازات هيك بايدين ابن عربي حامل عرين. اسطوره الحراسه على مدار 60 سنه الاخيره، وطبعا حركتي المعروفه بالحراسه اني لازم اعمل هيك. هاي الطنه من بعد ما حتسمعوا ولا صوت الا صوت تصدي للكرات. بسم الله. انا اسف لبشار على كل حاجه راح تصير له الحين. اوف اوف، في تصريحات قويه شكله. بسم الله يلا. ما شاء الله ما شاء الله، انك البوت ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، والله عم يسدد ما شاء الله رهيب. لا بشار ما شاء الله، لا بشار مو طبيعي بشار. اعطي خصمك املا ثم اقتل بشار. هاي لو على الجول ما هجيبها. والله لو على الجول ما حشمها. لا قصدي حشمها بس تدخل انا. ما شاء الله يا اخي. يا اخي بتلفه باخر لحظه. لف يا اخي. صراحه المرمى صغير يا جماعه، عم نسال برضه مسافه بعيده شوي.
الواقع. اريد اعرف بشار وش فكر لما قالنا نشوت من هنا. الله واو. كنت اصلا حاط صداله بس انا بعرف انا بالعارضه. الله الله. الموديلينج حلو. ايوه جود جود لا او ماي جاد او ماي جاد بشار دير بالك باي تسديدتين دير بالك او ماي جاد واو كيف هذه انا سجلتها يا جماعه الخير كيف لفت هذه انا سجلتها كيف لفت والله حلوه لا حلو حلو هذا قدامك الاخيره هيك اسمع لو جبت الاخيره حتعادل معقول يعمل علي رمنتادا بخر هاي جحف لك والله يا بشار العشرة والأخيرة لو جاب النوفا اللي حيتعادل معي الله يسر ليقلب علي الطاولة بأخر لحظات جماعة الخير عشان أسوي إثارة وتحدي خليت للرمق الأخير للتسديدة الأخيرة عشان أسجلها ونتعادل لن تستطيع بسم الله ها الله واو 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 سمعني هذا نوفلي ولا جحفلي اوه ماي جاد شنو هذا شنو هذا على اخر رمق شخصية البطل والله مدريد طلع نوفلي بالحظ يا جماعة الخير الحظ ما شاء الله ما شاء الله لا والله مسدد رهيب هيك تعادلنا بالتسديدات بنتيجة 2-2 وانتهى تحدي التسديد بالتعادل برافو برافو شكرا اريغاتو جوزايما ثانك يو جراسياس هلا حننتقل للفقرة الثانية اللي هي تكون تبع المهارات ليتس جو التحدي الثاني رح يكون عندي انا والنوفلي كل واحد جايب للثاني مهارة ما بيعرف عنها شيء وحيكون مع كل واحد فينا 5 دقائق ليحاول يساوي المهارة هي المهارة اللي جايبها انا لابو نوفل لابراهام لاعب تشيلسي مثل ما لكم شايفين هون عمل هي مرة مرتين 3 وبعدين غير الطريقه وعملها هيك كمان مرتين المهاره هي بدها استمراريه مش طبيعيه لو غلطت في لمسه واحده بدك ترد تعيد الحركات من الاول خلينا نشوف اذا ابو نوفل ادى ولا لا ابو نوفل كل التوفيق التايمر تبعك حيبدا بعد 3-2-1 جو اول لا والله بيعرف يمتي والله طلع بيعرف قوي يا نوفل هي ما شاء الله واه لا هذه من عندي الاخيره من عندي اسمع 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 ايه لازم اسويها كامل بس ايه لازم تسويها كامل سموث. انت اسمع في وحده اللي هي اللي بالاخر انت كان المفروض تسوي هيك وبعدين كمل فيها دقدقه يعني. اه صح والله لا يضل صراحه 35 ثانيه كان يجيبها يلا لا في غلط صار في شيء غلط صار اسمع كلهم بينهم دقتين يعني 1-2 وبعدين بتسوي يعني يعني لحظة يعني هذه كذا 1-2 يب اوكي والله صعب الكومبو صعب الكومبو صعب كلا جنوفل ما شاء الله ما شاء الله الله يا عيني عليك يا ولد ما شاء الله تبارك الله هي 41 ثانية ابو نوفل هدى علينا شوي لو سمحت هدى علينا شوي لو سمحت ما شاء الله تبارك الله هيك ابو نوفل جاب المهارة تبعه هلا صار دور ابو نوفل يوريني المهارة اللي جايب لي اياها الله يسرها تكون صعبة ليتس جو المهارة اللي جايبينها انا لبشار راح تكون لفيل فودن راح يعمل مهارة مثل ما شايفين بالركبة على ارامل دور احس بشار راح يسويها احسن من فول فودن خلونا نشوف المهاره صعبه نوعا ما جربتها قبل هيك لكن باذن الله تعالى بخمس دقائق بجيبها ان شاء الله بسم الله ان شاء الله التحدي راح يبدا بعد 3-2-1 بسم الله سريع جدا سريع جدا بسم الله اوكي هي هيك او ماي جاد انا علق على جيبك جيبها من اول محاولة اول مره بجربها مبارك بشار كيف صحتك لا 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 فكر عني بسم الله لا الله بشار صعب بشار الله عليه الله عليه لا بعد بدك تدادر بدك تعمل كنترول كامل كيف راح تني كيف راح تني والله انا ما بعرف فجاه هيك صرت فري ستايل رهيب ممكن بركاته من نوفا تاثير تاثير بسم الله الله عليه يا عيني يا عيني كنترول كنترول بس يا سلام خلص بكم جماعة الخير المفروض أقل من دقيقة أقل من دقيقة هذه الأربع ثواني أنا خليتهم كده جراسياس شكرا كثير أبو نوفل هيك حبيبي. انتهى مقطعنا بنتيجة التعادل ما شاء الله بالتسديد بنتيجة التعادل برضو بالمهارات استمتعت كثير معك يا صاحبي وأنا كذلك حبيبي حسابات النوفلي موجودة كلها تحت بالوصف لا تنسوا تروحوا وتضيفوه شكرا كثير نشوفكم على خير مع السلامة